الله عليه وسلم قال رسولك ما يقولي يقوم الناس ودتك يقومايانا لرب العالمين عالمين تربيشون قومايانا قبرك ينقفوفين واي بناك محشرك يسلمايان يقوم الناس ودتك قومايانا من قبوري ما قومايانا لرب العالمين لأمر رب العالمين عالمين تربيشون مرشوين قومايان حتى يغيب أحدهم أحد الناس دك كوشو إلى أسترم في رشعي رش لهدي أحد كديدي لهدي كأسترم إلى أنصافي إلى أنصافي أذني أذني الأحد أحد كلميس دقات نسيو أنت كان أسترم لقاي شيء ديدي وسكوبتي يا لميس دقات نسيو دي رسوا أو يريدو كرال كيال يشدد مالن تاسيال درادية متفق عليه والرشح رشم إلى رأي العرق لذواي لذي سكا سرمي لليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس ميك قولي خدب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء خطبة أخرى خطبة 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 أخرى ما سمعت أن ندقنا مثلها مثل الخطبة خطبة داس أوكر ندقنا قد نقلق ندقنا فقال النبي نو ميك قولي لو تعلمون هديو قادو فدنك ما ولاك يعلمو أنه لالله حكتم قصر الله ايتن قليلا واليريا قصر فدن ولا بكيتم اوي فدن كثيرا والبدن اوي فدن فقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله سابتي سدبولا وجوه مجيال شد دبولا والحال لهم للأصحاب انسونا هذه خنين هنجر انسونا هذه اوي ينوى خدب رسول الله يا خطبة أخرية خطبة ما سمعت أن دين مثل مثل الخطبة خطبة ذا سوك القد ولقين دين فقال النبي في خطبة ميكو قولي لو تعلمون هديو قاد فدين ما والوين أو أعلموا أن أغه لالله حكتم قصر الله ايتن قليلا لحكا قليلا قصر يريا قصر فدين ولا بكيتم أوي فدين كثيرا بكاء كثيرا أوي تنفر بدن أوي فدين فقد أصحاب رسول الله إلى رسول شيء سابتي سدبولن وجوه مجيال شو دبولن ولا الله من الأصحاب أصحاب خنين انجرين هو يين مانا آخر ذا أسمد لهم كشيك هو يين متفق عليه وفي رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء من ديري أنا أصحابي أصحاب الرسول رسول كسابتي سيشيو شيء شيء يكو ديري أصحاب تنا هذه هو لهم كشيك رسول صلى الله عليه وسلم هذه شيء سيبولو هبولو مال إرنيه يعني لما داستو ديو فخطب النبي نبو خطبة أخرية فقال النبي نومي كقولي عرضت الجنة والنار واللبنك عليها كركي لنبنك عرضت ميل بنك عليها كركي الجنة جني والنار فلم أرى أن مرنك اليوم مثل اليوم ما لن تنلم ده في الخير كلم ده والشر كلم ده ولو تعلمون ديو قادو فدين ما ولاك يعلم أنه لالله حكتم قصر الله ايتن قليلا لحكا قليلا قصر يريا قصر فدين ولا بكيتم أوي فدين كثيرا بكاء كثيرا أوي تنفر بدن أوي فدين فما أتى ما مرنا على أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما مر يوم وشد درهم منه من ذلك اليوم غطوا دبولين رؤوسا ومضحيال شواء دبولين مذك دبولين هاي قرب ساريال شواء مذك دبولين ولها اللهم للأصحاب لين خنين هنجر لين رسولك ميري فلم أرانا مارغنا كل يومي مثل اليومي ما لنتم أوكل أن مارك ناري في الخير خير لمدة والشر شر لمدة كاف تصب معنى مثل اسم أوكل أو بيلال قتال وجه لمدة شر مجرور في الخير لمدة والشر لمدة مارك ناري كوكل ولو تعلمون هديو قادفة دماء والوين أو أعلموا أنه قل الله حكتم قصر الله حيثا قليلا وليار ولا بكيتم ويفة دين كثيرا والبضن أبسدين أدر صدفة دي إله يكوب صدفة دين ويفة دين فما أتى فما جاء مكوين على أصحاب النبي نبغى سابتس كرشو مهمرن يوم مهمرن يوم وشد درق منه من ذلك اليوم ما لم تحسين وبصدين قد ضوء دبولين ستروا أسترين رؤوسا ومضحيال شد دبولين أسترين والحال لهم يقول لها أنتو ذلئين خنين ينجر سونا ديو الخنين خنين ميل ري بالخائل معجمة خلال نبي سي الله أخري هو خنين البكاء ويتنغل مع غنة مع قلنا تنسويريون للقاب سنكنا فوفول لسيو وإشفاق وإنشتشاق وإستنشاق الصوت الصوت كديوشي للقاب من الأنف سنكنا كبيو آهي الخنين وخنين ميل ري هو البكاء ويتم وإما قلنا تنسويريون للقاب وإنتشاق الصوت وإخراج الصوت صوت كبيوشي للقاب هنجر وهنجر صوت يعما قلنا تنهنجر للقاب
وانتشاق الصوت الصوت بيوشي للغا من الانفسان كلا كبيا لهنجراو وعن المقداد رضي الله تعالى عنه باو الخوف لك الجرن قال ما يكو قولي مقداد سمعت رسول الله يقول رسولك هالكو قولي يتدنا الشمس يريد الله دواء يوم القيامة من الخلق خلق قال لهم دواء حتى تكون منهم حتى تكون الشمس لها تمن من الخلق كمقدار ميل ميلكو قدر شيء اوكل هات قال سليم بن عامر الراوي ميري عن المقداد كوريو فوالله يا كدار ما ادري ان موشي ما يعني هو نبغ ولين نجيدو بالميل نجيد موشي اما صافة الارض ميل كي يوم صافة القصر لرايا ام الميل هي يعني ام الالة تكولي ميا الذي تاسو تكتعل به العين الى لنك كولو ميا فيكون الناس تتك هذا على قدر اعمال ما اعمال الناس هذا في العراق يدد فمن من الناس ما كم اذا يكون هذا الى كعبي لم يدس كعب يكون عرقه ديدي سادس إلى كعبي هذا سمين ماكم إذا يكون عرقه إلى ركبتي ومن من يكم إذا يكون عرقه إلى حقوه لم يدس قمت هذا ومن ماكم إذا يلجمه هكما يهو من العرق ديدي هكما يسل جاما هكما يهو أفكان غلاسوا وأشار رسول الله بيدي قلن تسا إشاري إلى فيه إلى فميك إشاري هكما أوكل أفكان غلاسري توام السيمون مقداد بن عمر ميل سمعت رسول الله يقول رسولك هالكو قولا وديك تدنا الشمس يريدن هدو سمد أفراد سمد أفراد أوك لك يا لك ذا ليرو تاسل هدو آيه يعني يوم القيامة في يوم القيامة هدو آيه يريدن هدو آيه هاي إلهي هدو آيه سبحانه وتعالى نائب الفاعل كما يبوا فاعل كإلهي وا يوم القيامة من الخلق خلق قال هدو آيه من المخلوقين هو حتى تكون هي الشمس دي لها هذا اسمه من الخلق كمقدار ميل ميل قدر شيء هذا سواء ميل كقول كون فسر شيء لسك خلافي ميل كمعنى ميل كل راي جرو مسافة هل ميل معنى لما كيلومتر ولا راي هو لما كيلومتر عن جراسل لجيدة ما ميل كميل لجيدة على دخول مركيو نيو كول لك شب توف كل جليه وتوف كل سجاه من دول كمال صداو كاسنو ولا رأي انت اسوا كلام روك دل لجيدة مسمى ميل كي مسافة هانا لما كيلومتران جد تيالك سلافني قال سليمان سليم ميري سليم ابن عامر ميري الراوي وريي عن المقداد مقداد كوري تابعي ايه مقداد مقداد صحابي بوا اسر تابعي قوا ميري فوالله يا كدار ذي ما ادري ان موشيري ما يعني النبي نبوغ ولان لجد صلى الله عليه وسلم بالميل لجد موش اما صافة الارض يان لجد مسافة الأرض ين درس ميل كما يرى الجيسيس تلا رأي الإنجليزي أم أراد النبي الميل الإنجليزي على تقول التي على على تقول كصوت تقتحل العين إلا لك كل ذا به بالذي الذي لك كل ذا الإنجليزي موشيو كل ميل الشيءيو فيكون الناس ضد هذا إن يريد بوسا صندوات على قدر أعمال ما أعمال الناس ضد كأعمال هذا قدر كودي هذا في العرق يديدن كقدره صدقون يو عماليو الدنيا عمل صوب يعمل فساد انسك خلاف سنين لانكون عمل فيل هنسامي لانكون عمل هنسامي يا يدي دي ننك داس لانك عمل فيل هنسامي دي دي بملاب دي دي مسامو ياس داتك برشي وابو عرشك بلن هو سيه لانك كلا عمل هنقبي نيري دي سامو ياس ساسو واكو سامنتي فمنو من الناس ماكم إذا يكونوا عرقه دي دي سادو إلى كعبي لغاشي قوبيال شو هادو لماذا كعب هادو كوس كوس اللغوي ومنهم من أكم إذا يكون عرقه هذا إلى ركبة جلبه ديريان عمل شيء سريعي في سادس ومنهم من أكم إذا يكون عرقه هذا إلى حقوي قندير شيء تكه هذا هو إلى حقوي لمدس قندير لمدس قندير معنا جيسن جيسن على النجدة هاي ومنهم من أكم إذا من الناس ما أكم إذا يلجم حكمه منك العرق ديد حكمه يسو إلجام حكمه حكمه وديد بافكن ديرس معنا واشار رسول الله اشار بيدي لا فيه لا فمي فمن النبي نبغى شيء اشار افكن دير اسو كما يسوا كلكم باب الخوف وبصدا سجرته حتى عمل فيل هل لكوي لان عمل فيل لكوي ايمان عمل سو بنكوي كاس اخر بيت بعد يريد اسو بيت بعد وفي وروى ما يروي وديت مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولكم ايكو قولي يا رب الناس ودتكي ديدايان يوم القيامه في يوم القيامه قيامه لن تديدايان حتى يذهب عرقهم عرق الناس ودتكي ديديو تبتو في الارض ارض دحديه تبت 70 تضباتم تبت ذراعا من ذراع دونغه ديديو مي ديرس تضباتم دونغه وكل ديرس
ويلجمه هو عرق يا حكميه هم يوغي يا حكميه حتى يبلغ العرق ديدا سلا ديرتو اذانهم اذان الناس دتك دغيالشو ديرتو كمد يعني انت افك ديرتو بدداس دغا ديرسوا ومالنتا سيدد بدنا جرتي هل ابسدوي عمل في لو كبد بعد فدل كويو باول خوفك جار متفق عليه ومعنى يذهب يغوص تيم بدو هو عرق يديدت كمانا يا عرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ديدد إلى تيم بداسو في الأرض لأرض كتيم بداسو ومعنى يذهب التباس نلقى كتباس ميل نجاد في الأرض يذهب في الأرض يذهب العرق ديدد يتبع في الأرض يكتبع بمعنى ينزل العرق ديدد يدق في الأرض ويغوص عرق ديدد يتيم بدا في الأرض سل نجاد وعن نبي هريرة قال أبي هريرة كنا هنما يعني مع رسول الله لجرني إذ وقت قاسا سمع النبي نبق ديغي وجبة جك يديغي فقال النبي نو ميري هل تدرون كساسا ما هذا الوجب صوت كن ديغاه تانو فقلنا ميري الله ورسوله أعلم قال النبي ميري هذا صوت صوت سن ديغاه تان جك دن ديغاه تان حجر صوت حجر شيدكو صوت سيو رمي به بالحجر شيدك لقمي في النار نار نتيا لقمي من 70 خريفا تضبات سن لحكم الله ونار تلك الهدي فهو حجر كي يهوي هوبداي في النار تضبات سن يا نار تاك هوبداي هوسلين دريري الان حد حين وقتي وا انتهى الحجر شيت ديري الى قعرها قعر جهنم جهنم الصلش ديري فسمعتم ديك دين وجبتها وجبه جهنم جهنم جوكدي الصلش شيت كتاب دي جوكسي اسم ديغاي تانغاري رواه مسلم ومسلمية وعديد كبريي ولاغا ساسن قدوين تضباتون سنشيد كالكريدي خرورا ينغا لبوية إله إلام لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين يا إله بانو آدن لكبوية أبصدا سجرت بانو آدن كريد هل أبصدوي عمل كي لكبت بعد فدين ارتسال سجره باو الخوفك جن عديد كي باب يلس وافقا ينغو هل تدرون كساسنا ما هذا الصوت صوت كن دي كساسنا وكنا مع رسول الله إذ وسمع النبي ديغي وجبة جوك يديغي فقال النبي مير هل تدرون ما هذا المسموع كان لديغي كان دي كساسنا ولا نجوك دن كساسنا صوت فقلنا مير ري الله ورسوله أعلم هذا ابتيه ساسو مانا إنسان كدل سؤاله والعلم الله إن دل سؤال علم إله إنس بيه إله يوغا لرأي مانا آهي فقال ميكو قولي نبغ هذا كان حجر صوت حجر وعرمية هو حجر به بر رمي به بالحجر لقمي في النار لقمي من 70 تضبات خريفا من خريف سند لقمي فهو حجر يهوي هو بضاي في النار نارك هو بضاي الان هدي حين وقتي هذه انتهى الحجر وشيت يولوي الى قعر يا قعر جهنم جهنم سلشين يولوي فسمعتم ديك دين وجبتها وجبه جهنم جهنم جقديه وديك دين رواه مسلمون عن ابي بن عاتم رضي الله تعالى عنه قال عاتم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد مسنكم اذا الا سيكلم ما الى هذا يوحد كاس رب الاحد الى هذا ليس بينه بين الاحد احد كي وبينه بين الله اله هذه ترجمان هذا فينظره احد كفيريه ايمن مدك منه من الاحد احد مدك دي سفيريه فلا يرى هو أحد كما رقوا إلا ما عمل لي أرقه قدم العمل أحد وأحد كهر مرسدي أو من صالح العمل يعمل صوبون وينظر هو أحد كفيري أشأم بذن منه من الأحد أحد كبديت سفيري فلا يرى ما رقوا إلا ما دمب قدمه صور مرسدي ما دمبه صور مرسدي لي أرقه إلا ما قدمه وينظر الأحد فيري بين يدي يدي الأحد أحد كهر تسفيري أبسجرت مالنتس فلا يرى الأحد لنكو أبسجرينيا فيري فلا يرى الأحد أحد كما رقوا إلا النار الأرقى تلقى وجه وجه الأحد أحد وجه شيء قابل شيء حال إتنار تيهده إفتق النار نار كو دور سدو إلى رسولك صلى الله عليه وسلم ولو كان الاتقاء دور سدو بشق تمرة انت مرتفرون شبهاده سنار تسيكو كبت بهذا فدين عمل صوبون إكو سمي سدا ولو عمل يرو أو تمرتون سدق يفرون شبهاده متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شمي قول اني انا ارى ارغي ما والوين يارغي لا ترون اي سنغ والوين اي سنغ ارغان ارغي واسمع وانا ديغي ما والوين او لا تسمعون اي سنغ ديغان اتت السماء سمديا جيغرتي وحق مين واجبي لها للسماء ان تيد اين سوديتون واجبين جيغرتي ان واجبي مي والي اولاسا كبادة ديو ساسا جيغي لراس قربك او اولاس كبه جيغي رايوكل أتنا تسمى وسمى ديات يغرتي أو يعني قيلي دي صوديتي
أدنى السماء سمدية صوديتي وحق وجب ماي واجبي لها لسماء ينتهي ضيني صوديتون واجبي لما في ماي ولما في من أعمال البر وماي ولما فيها في السماء سمدية تي مهان إلهي الضمنك أبو داين إذا بدنيو سمدية تي مهان موضع أربع أسابيع فرفرنيا ذكي ألان ميل سارو مبينو إلا وملك ملك سواضع دجي جبت وجبت الملك دجي ساجداً هاريكي سجد لله تعالى سجد وإلهي خلق شيء أبو داين سين بدين سمدى فرفرني أدني لسارة ومهانيري رسولك إلا ملك سجوسه والله يكدار ذي انتاس يأضومن إلهي لإلهي أبو داين والله يكدار ذي لو تعلمون الدين وقاد فدين ما والوين وأعلم أنه قل الله حكتم قصر الله حيث قليلا وليار ولا بكيتم ويفدين كثيرا والبضن وما تلذتم اسم ما عن صدفا بالنساء بلانتم كما عن صدفان على الفروش فراشي على كرشوم كما عن صدفان صلاة ليلك نفر فدن ولا خرجتم بها الله إلى السعودات إلى الطرقات جديال كان بها فدن تجرون هال مغن قلاسان إلى الله تعالى إلهي نمغن قلاسان واي فوام يري وعديد كنا الترمذي وقال الترمذ مري عديدنا هذا عديد واي حسن درجيد حسن وأطلت بفتح طائي الأخرى وتجديد طائي أطلت تأيد بفتح تاي الأخري وبعد همزة مكسورة ألف أخري والأطيد أطيد ميل إلي صوته صوت الإبلي جيل صوتي وصوت القتم كلو صوتي إيو شبه ما لمدى سولي شبهو جيل أول قوراري كلو لساري كلو سري جيغ جيغ نرايا يأطلع لرأي معنا صوت الرحلي صوت الرحلي كبدو إيو القتم كلو صوتي كبدو قربوك سارن إي كلو شي صوتي أطلع لرأي معنا سمدن ساسات يجيك نغرتي يمانا ولا تيدو ميل ري صوت الرحل كبدو اي والقتبي كلو صوت شو اي وشبه ماشي بالرحل والقتبي والليميدي والشي والبو ميلكي رود يجيك رايان سمدن ساسان صوديت ومعناه معنى الحديث حديث معنى شي ميبوا ان كثرة من دول بضضو في السماء كسونا ذا من الملائكة ملائكة سوال عبدين اله عبادية سنقوهين قد اثقلت هي كثرة هذا اولو سايتها السماء سمدن اولو سايتها حتى أطلت حتى صوت هي سمد إلى جيجر تصوديت والسعداء والسعدات أيض رقات له والسعدات السعدات باللمساد والعين الأخير سعدات لما تبل القضاء أيض رقات والديال له ومعنى تجرون معنى هذه تستغيثون مجن قريد على باسن إلهي مجن قريد على إلهه أذابك نوبت بعد راسه من عميك الرفة ده وعن أبي برزة براين الأخير ثم زاين الأخير ما قال شيء نظر لتبن عبيد الأسلمي قال أن الله لم يكن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما عبد قدون لم يسلق مزولين يوم القيامة قيامة ما لم تهدث لقى شيء مزولين مذك من بهو بذن من بهو سرنا ذي إلهي ارتسى سرنا ذي حتى يسأل العبد قدون كلالك سؤاله عن عمره عمر العبد قدون عمر شيء شيء لك ورصده فيما ما يفنى هو عبد قدما هو عمره قاسك لما أفرتون سن خنتون سن ما يباده سمي تلره وعن عمله عمل شيء حتى يسأل السؤال وعن عمله عمل العبد أدونك عمل شيء السؤال فيما مي عمل عمل فلي هو عمل هو ما عمل فلي فيما مي عمل عمل فلي هو ما عمل فلي عمل ما يصوب ذي خير يصوب ذي شر يصوب ذي لك سؤال وعن ماله حتى يسأل إلى لك سؤال لم يسلك مزولايا عن مالي مال العبد أدونك مال شيء لك سؤال من أين انتبه اكتسبه هو شخصك كسبه المال وفيما انتبه وفيما يعني انتبا انفق النفقيه هو المال مالك نفقيه لك سؤاله وعن جسمه حتى يسأل الى لك سؤاله مزوله لا تزال قدما عبد ودون لم يزقات مزوله يوم القيامه حتى يسأل الى لك سؤاله عن جسمه عن عمره عن عمله عن ماله وعن جسمه لك سؤاله فيما مي ابلاك لما يهو جسمك وايلك لكيك لما يلك سؤاله عبادك لما يتي معسيك لما يتي والورسلين لي مركين تاس سؤال ليلا كل واشي دغا قران اما الى الجنه دغا غيا واما الى النار دغا غيا فوا ما يري وديت الترمذي وقال الترمذي مر حديث هذا حديث واي حسن درج دي سان صحيح او صحيح ما صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابي هريره مر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيخي يوم اذن ما لنت قيام يوم اذ زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ما لنت يتحدث ما يبشيكو ياسي يعني يكشيكو ياسي الرد أخبارها كشيكو ياسو معناها ما يلري تنوين تسا عوض عن الجملة لري يوم إذن ما لنتاس يتحدث هي الرد كشيكو ياس أخبارها كشيكو ياس
ثم قال النبي نو ميكو قول اتدرون كساسنا ما اخبارها اخبار الارض ارض اخبارتي وليت كساسنا قالوا ميرن الله ورسوله اعلم هو كساين دوغ مركز الهي رسول شيخ ليرا غاداتيو ساسايتي قال النبي نو ميكو قول فان اخبارها اخبار الارض ارض اخبارتي انت شد هي ارض انكو مرخات نغتو على كل عبد ودونكس او على كل امه ودوميكس كمرخات نغت بما ولا كمرخات نغت عمل العبد ودونك عمل فلي على ظهر يا ظهر الارض أرد إرثية كسوبي هيا سيراسو تقول هي أردي ميراسي عمل فلان هبلو عمل فلي كذا ولا قصد الإرائي وكذا صدا ين عمل فلي في يوم كذا يوم اسنين يوم اتلاذي عمل فلي في يوم كذا وكذا هانسو بكركي كسوبي سيراس فهذه أخبار تنطن إيه يا أخبارها أخبار الأرض يوم أرد أخبارتي سدو والقرسن من لو ما لنتاس والكم مرخاتب بدنها هاي ستوم أنا هو والكلواي حتى هم ناقا هذا الآيان رواه ما يوري واديتان بين يكرتين بين تيو ونعرا كرلمانا رواه ما يوري واديت كالترمذي وقال الترمذي ميكو قول حديثنا هذا حديث واي حسن وحسن الدرجيس أو صحيح أما صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إلى آخره